قلت يا اخويا اهو اديني جبت الفلوس، اشتري له اكله حلوه وسجاير وحط له فلوس في امانات السيف. حاضر حلاوتك يا موس. انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكره الصبح على طول. يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقيش، علي بيفهم وبقدر برضه اللي احنا فيه. يا سلام عليك يا ست فتون، أصيلة والله. أمال إيه؟ راجلي وبحبه. آه، وتروح تسجل اسمك قبل ميعاد الزيارة، معلش هتصحى بدري. أوامر. خليك كلمني من المحمول لما تبقى هناك. المؤاخذة سؤال يعني، هو جوزك ما يعرفش الأمل اللي أنتوا فيها، مش كده؟ يا حسرة، وهيعرف منين؟ قول له أنت بقى يا عطو، قول له إحنا عملنا خميرة حلوة ومستنينه يطلع بالسلامة. أوامر. بقول لك إيه؟ تحط عينك في وسط راسك، أنت رايح للحكومة نفسها. هتلاقي ناس رامية ودناها وكلام من ده، ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافس. شكله هيعك الدنيا. لا لا لا. أنا واثق فيه. هيودينا في داهية إن شاء الله. إن شاء الله. والبيت ده كبير قوي كده ليه؟ هتحسدنا ولا ايه؟ انا بقالي ربع ساعه بتمشى. انما ايه المكان الجميل ده يا باشا؟ عشان تنبسط حبيبي يا باشا. هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفيني، انا ماليش في الخمره. ما تجيبلوش حاجه. عسليه سعيد ثابت محكوم عليها ب 10 سنين سجن في قضيه تعدد ازواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيله. بالراحه بس، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزة ايه؟ متجوزة مين؟ يا باشا انا معرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، اي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. انت متأكد؟ متأكد يا باشا، انا عارف انا بقولك ايه. خد دول. ايه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي، هبقى اجيب لك تاني بعدين. يا باشا في اربعه شبكوا معايا في الحكايه دي، اتنين موظفين معايا في المكتب طبعا غير امين الشرطه اللي كان بيدور على كمبيوتر الداخليه، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه، هي عسليه دي مهمه عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي انا بس. يلا انستنى. ماشي يا باشا، على معادنا يا باشا. ماشي، سلامة. يا مستر مروان تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي عن إذنك. قولي لي إيه داليا فين؟ داليا في أوضتها، هي تقريبا كده نايمة، أصحى لك؟ لا 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 ماشي. ماشي بعد إذنك. اتفضلي اتفضلي. هات لي الدرينك بتاعي يا نور. تحت أمرك يا مستر مروان. شكرا. الو، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا لا لا، اسال اخوك. هبعت لك كل حاجه في الاس ام اس. ماشي مستنيك. سلام.
هات الحساب يا مينا. طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. انتي نمتي ولا ايه؟ لا لا لا، انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش، انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. Thank you.